مباراة شباب بلوزداد مولودية وهران كانت خاصة لبعض اللاعبين الذين تقمصوا الألوان البيضاء والحمراء للفريقين. كانت مناسبة لتذكر الأسماء التي قدمت الكثير وأمتعت الجمهور الجزائري لفترة ما. الأسطورة حسن الألماس المتواجد على فراش المرض ارتأت مديرية الأمن الوطني إلا تكريمه لأنه يستحق ذلك كونه قدم الكثير. فحضر الابن ونبى عنه وأعطى بعد ذلك إشارة انطلاق اللقاء الذي كان ينبئ بالندية نظرا لوضعية الفريقين المتباينة. البداية كانت سريعة من كلا الطرفين. أولا من جانب المولودية بهذه الطريقة، رد الشباب كان بفنيات ربيح الذي هز مدرجات ملعب 20 أوت، راوى ووزع والحارس دحمان يتألق أمام زملائه السابقين. وتواصلت سيطرة شباب بلوزداد في الربع ساعة الأول، والمدرب شريف الوزاني عاش على الأعصاب. وبالتوجيهات عاد الحمراء وتدريجيا في المباراة، وكاد السيد أحمد عواج أن يفعلها بهذه التسديدة التي مرت جانبية. الهدف هو الوحيد في اللقاء جاء عند الدقيقة 35، ودائما بتوزيعات ربيح لا عاد إلى مستوى، ورأسية إسلام سليماني كانت تنتظر فوضعت الكرة في مرمى دحمان. وفرحة كبيرة وضغط متواصل وتصفيقات الرضا من الإدارة التي وعدت اللاعبين بالمكافآت. المرحلة الثانية من اللقاء دخلتها المولودية الوهرانية بنية العودة في النتيجة، دعمت الهجوم وكان الضغط في البداية، لكن اللعب أصبح متكافئا فيما بعد إلى أن خرج المدرب فؤاد بوعلي راضيا عن النتيجة وروح رياضية عالية. فما سر النتائج الإيجابية لشباب بلوزداد؟